تبارك الله، اللهم بارك. ديتي الاذب باش تري؟ الله يسخر لك. شحال باش ديتي؟ 46000 ريال. الدرويشي اي دابا 2300. ها الله يحفظك، الله يسخر لك، الله يسخر لك. انتم اخوتي 46. بسم الله اخوتي، توكلنا على الله. نبداو معكم اخوتي بهذه البركه هذه، هذا الغنم اخوتي البرقيه، اللهم بارك. من السوق الاسبوعي، ما عليكم غير تبارطاجيو معنا وتعطيونا لي لايك. نقول لكم الاثمنه ديالها، وانتم ما عليكم غير تبارطاجيو معنا وتعطيونا لي لايك. تبارك الله اخوتي، انتم كيما تتشوفوا الثمن مباشره من عند خونا كيما تنقولوا الكساب والفلاح اللي كيتواجد. تبارك الله اخوتي، اللهم بارك. خروف سردي زين اصيري، نجيبوا الثمن ديالو من عند الشريف ديالنا، والله يسخر الجميع، الله يرحم الجميع. وحنا تنقربوا لكم الثمن اخوتي، وانتم ما عليكم غير تبارطاجيو معنا وتعطيونا لي لايك وتشاركوا هذه الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم، مع الاخوان ديالكم. مرحبا بالجميع. ثاني نواصل المرضي هذا الثمن اخويا، 6 معطيه فيه 76000. تبارك الله، معطيه فيه اخوتي 76000 ريال. وين راه خروف اخوتي سردي اصيري، يكون ثني وليكون سنا الحليب. ومرحبا بالجميع وتحياتي للجميع. السلام عليكم اخويا، كي داير؟ شحال ديتي هذا المبروكه المرضي؟ 34000. تبارك الله، زين اخويا، الله يسخر لك، الله يسخر لك المرضي، الله يسخر لك. شحال ديتي هذه المبروكه هذه؟ 42000. خريفه سنين الحليب، سنين الحليب. تبارك الله، المتابعين انتم كما تشوفوا الذهب 42000 ريال. ويني راه سمينه، تبارك الله، والله يسخر له، والله يسخر الجميع. الله يسخر لك المرضي، الله يسخر لك. ديتي العيد ان شاء الله، الله يسخر لك اخويا، وتعيد وتعاود ان شاء الله. السلام عليكم خوتي المشاهدين، دائما كننتقلوا من سلعه لسلعه، ودائما كنجيبوا لكم الاثمنه ديال الخروف اللي رائجه حاليا في السوق الاسبوعي سبعيون واد جديده ما بين مدينه فاس ومكناس. دائما اخوتي تنقربوا لكم الجديد. واليوم اخوتي بتاريخ 2024 شهر 5 ماي فيه 19 يوم اخوتي، هذا هو السوق كما تشوفوا. نقربوا لكم الثمن ديال الحولي والاثمنه اللي رائجه حاليا. مرحبا بالجميع، الله يسخر الجميع. يا خويا يفتح كيف الله. خروف اخوتي حولي بلدي مالكي، اللهم بارك. نقربوا لكم الثمن ديالو من عند الشريف ديالنا، اللهم بارك. خروف زين من عند الشريف ديالنا. ومرحبا بالجميع. السلام عليكم، كاين السي عبد الغني، هانيه العمر، كلشي مزيان الحمد لله. هذا تيرين واصل في الثمن، هذاك 84. 84000 معطيه فيه ولا كطلبها؟ راه كنطلبها. هاك لحقاش المعطى معطى وكطلبها، راك كطلبها. تبارك الله، وهذا خويا دلانوك تبارك الله، 86 البيع. تطلب فيه 86000 ريال. سل اثنين، ها انتم اخوتي المتابعين كتشوفوا الثني كيفاش تيكون داير. وهذا الخروف البلدي تبارك الله ديال البلاد، راه مطلوب عندنا في البلاد اللهم بارك. والناس العشاقه راه كيتجهوا للخروف البلدي بالطبعه ديالو اخويا. تبارك الله، اللهم بارك، الله يسخر لك، والله يسخر لجميع المتتبعين الاعزاء الكرام. الله يسخر اخ سي عبد الغني، تنشكرك بزاف. تبارك الله، خروفات المرضي هادو ياك الحبيب خرفان. تبارك الله، والله الا اللي جابوا لي، والله الا خروفات. وبشحال باش قديتي يوم المرضي؟ شحال باش ديتي هذا الخير؟ 54. 54000 جمله. تبارك الله، الله يسخر لك المرضي. خوتي الاعزاز، خروفات بلديين تبارك الله، وحده سنا الحليب امي. تبارك الله، شحال باش ديتي يوم امي؟ 55 الوحده. تبارك الله، 55000 ريال. 112 غير هو شويه في التالي، ما في التالي كما تنقولوا السوق هبط شي شويه. والله يسخر لكم، ديتوهم من العيد ان شاء الله. الله يسخر لك ابو الحبيب، خروفات زينين تستاهلوهم صراحه. مولاهم ماشي كساب، راه كساب هذا مولاهم اللي باعهم فلاح. تنتج الكسيبه ديال انتم اخوتي، تتسمعوا الاثمنه مباشره من الناس اللي غادي يعيد العيد ان شاء الله. كانت والده راه
هذا هو اللي كاين. اديت يوم العيد ان شاء الله. ان شاء الله ليسر الله. الله يسخر لك ابا الحبيب. تحياتي للجميع وبارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا. والله يسخر لك. والله يسخر لك ابا الحبيب. الله يربحك. سالين واصلين هاد الخريفة الثمن؟ خويا عطيني 56. 56 56 بجوج ولا جملة؟ جملة. هذا ثمن زوين بالنسبة للدرويش اخويا اللي بغى يعيد ياك. اللهم بارك. 56 ألف ريال عطيهم بجوج. الله يربحو. الله يربح الجميع. الله يسخر لك المرضي. تبارك الله اخوتي. نشوفوا هاد الخرف البلدي شحال واصل الثمن ديالك؟ سالين واصلة ولدي في الثمن؟ 100 تبارك الله. تطلبوا فيه 120 تبارك الله. الله يسخر. شي يقولوا فيها اخوتي 6000 درهم ويلي حولي بلدي زين. الله يسخر الجميع. تنقربوا لكم الاثمنه اخوتي مباشره. تاريخ 2024 الثمن زوين. من السوق الاسبوعي هو جديد. راه ترفق شي شويه الحمد لله. راه طاحت واحد 500 درهم بالنسبه لهذا الخروف السردي. راه كانوا تيقولوا فيه 60 وكانوا تيقولوا فيه 70 وحنا نجيبوا لكم الثمن اخوتي على المباشر من عند هذا الشريف هذا. والله يسخر له. والله يسخر الجميع. غليمه السرديه تالين واصله هذا الخير 53 معطيه جمله ياك 53 الف ريال تبارك الله. هذا ثمن زوين تيفرح للدرويش. شوف هذا محمد والله يسخر الجميع. والله يربح الجميع. 53 الف نسبة خوتي للخروفة راه كنسالا وكنجيبو لكم الثمن مباشرة من السوق الأسبوعي. تالين واصلة هاد الخير مرضي. تالين واصلة هاد الخير 34 معطية تبارك الله. 34 ألف ريال أخوتي اللي معطية بهاد الخروفة. والثمن راه مزيان للدرويش. والله يسخر الخروف. الخروف والخروفة راه انخفضات شوية في الثمن ونتمناو إن شاء الله تزيد طيح. والله يربح الجميع. هما الخروفات اخوتي ديال العيد ديال الناس الدراوش. الله يحسن العوان بالنسبه للناس اللي ما عندهمش. ما عطاوكمش اولدي في هادو؟ شحال؟ 32 33 اونص تبارك الله. 33 الف اخوتي اونص معطيه فيهم. والله يربحكم. تقربوا لكم الاثمنه وبارطاجيو معنا اخوتي ومع العائله ديالكم. والله يسخر. الله يسخر لك المرضي. الله يسخر. دائما اخوتي كننتقلوا من الحولي للخروفه باش كنجيبوا لكم الاثمنه ديال الخروفه هذا العيد اخوتي الناس ديال العياده. ومرحبا بكم بارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا. حنا كنقربوا لكم دائما الاثمنه. مرحبا بالجميع. الله يسخر الجميع. تالين واصلين ابو الثمن مالك راه معطي بالفرادي 46 الف فراديه والجمله 44 جمله تبارك الله. عطاو اخوتي 44 جمله 2200 درهم جمله معطيه. الله يربحها. الله يسخر المولاها. الله يسخر لك الوالد. الله يربحك. الماتريكون شحال قال؟ 35 35 تبارك الله. 35 400. الله يسخر. الله يسخر لك عمي.